كل عليك يا كريم، بصبح عليك وبصبح على ضيفك العزيز، بصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يعني زي ما انت قلت بالظبط يا كريم، من داخل أحد فنادق القاهرة الكبرى بيسعدنا ان احنا نكون موجودين داخل المؤتمر الصحفي طبعا لبطولة العالم للخماسي الحديث. وقبل بدء المؤتمر بعدة دقائق، يعني احنا في انتظار تشريف معالي الوزير دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كمان هيكون حاضر المؤتمر المهندس شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، كمان هيكون موجود المهندس هشام محطب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية. زي ما احنا عارفين يعني يا كريم، أو نحب نوضح لكل مشاهدين أنه قبل بدء البطولة وقبل بدء المؤتمر النهاردة اللي هيتم من خلاله الإعلان عن كل التفاصيل يعني الملمة بالبطولة، الحقيقة أن كان في تجهيزات كتيرة جدا قبل بدء البطولة بعدة أشهر. كان في تجهيزات على قدم وساق خلال الفترة الماضية، ده طبعا بدعم من الدولة المصرية وبدعم من وزارة الشباب والرياضة، كمان من وزارة الصحة، خاصة ان يعني البطولة بتقام في عز يعني تفشي فيروس كورونا. ولكن الحقيقة ان الدولة المصرية الحقيقة ان هي قدرت تثبت قد ايه ان هي قادرة على تنظيم البطولات العالمية خلال الفترة الماضية وخلال الاشهر الماضية تحديدا في عز هذه الازمة، وكمان الحقيقة ان هي طبقت كل الاجراءات الاحترازية الموجودة عندنا بالتعاون مع وزارة الصحة، وده اللي قدرت تثبته مصر، والدليل انه تم سحب تنظيم هذه البطولة من بيلاروسيا واسنادها لمصر، كما اكد يعني المهندس هشام العريان في تصريحات صحفية سابقة انه يعني تم تنظيم البطولة او اسناد تنظيم البطولة لمصر، وده بيؤكد قد ايه مصر قادرة على تبني هذه البطولات العالمية. كمان عايزين نتكلم النهارده، او النهارده المؤتمر الصحفي هيتكلم عن فكره البطوله وان هي الاهم طبعا في مشوار التاهيل لاولمبياد طوكيو 2021. وكمان هنتكلم عن ان البطوله بتستضيف او مصر بتستضيف يعني يمكن 45 دوله وكمان اكثر من 500 لاعب ولاعب. عايزين كمان نتكلم عن ان يعني الدول المشاركه هتكون ابرزها الارجنتين، النمسا، بلجيكا، كندا، تشيلي، اليونان، اليابان، المكسيك. ويمكن كمان هنتكلم عن التجهيزات، او المؤتمر هيتكلم بحضور طبعا معالي الوزير دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، هيتكلم عن التجهيزات الرسميه والاستقبال الرسمي لكل الوفود المشاركه في هذه البطوله خلال الفتره المقبله، خاصه ان اغلبهم الحقيقه وصلوا الى القاهره وفي منهم كمان هيصل النهارده. فكمان جاهزيه الاماكن مع الالتزام بتطبيق كافه الاجراءات الاحترازيه زي ما احنا قلنا. كمان هيتم الحديث خلال المؤتمر الصحفي عن جاهزية الملاعب والأماكن المخصصة للبطولة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وده الحقيقة اللي حرص عليه دكتور أشرف صبحي، والحقيقة أن هو تفقد كل هذه الأماكن عشان كمان يكون متأكد من جاهزيتها. كمان يعني أصحاب المراكز الأوائل الأولمبيات أنه هيتم تأهيلهم، وزي ما قلنا أن هي المحطة الأخيرة لمشوار الوصول لأهم حدث رياضي يقام كل 4 سنوات وهو دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو طبعا 2021. وزي ما احنا عايزين نقول لكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان انه خلال هذه الفترة او منذ وصولنا يعني من ساعات قليلة للمؤتمر الصحفي، الحقيقة ان كل القائمين على المؤتمر الصحفي كانوا حريصين جدا على تطبيق الإجراءات الاحترازية في يعني استقبال الوفود او الاستقبال الإعلاميين والصحفيين المشاركين في هذا المؤتمر الصحفي. ونحن الآن في انتظار معالي الوزير أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وكل المشاركين في المؤتمر أو كل القائمين على البطولة حتى يتم الإعلان عن كل التفاصيل المقبلة، وكمان يتم عن التجهيزات اللي تمت خلال الأشهر الماضية على قدم وساق زي ما احنا قلنا. بشكرك جدا يا كريم والعودة ليك مرة أخرى. ده أنا اللي بشكرك يا مريم جزيل الشكر، وإن شاء الله أكيد هتابع معاك يعني تغطية قناة الأهلي لهذا المؤتمر الصحفي على مدار اليوم. جزيل الشكر ليك يا أخي. حاجة جميلة.